فيما يتعلق بترسية الكوبري من شارع الجنبية إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان، فلن تم الترسية ومنتوقع البدء به في نهاية هذا الشهر أو بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله. الملاحظات أيضا التي ذكرتها فيما يتعلق بتنفيذ شارع الجنبية يتم أخذها بعين الاعتبار، ويتم التواصل أيضا مع المقاول من خلال المشرفين على المشروع، ويتم التحسين المستمر في الأمور في أثناء التنفيذ، وهذه طبيعي في مشاريع كثيرة فيما يتعلق بتحويل الخدمات وتحويل أيضا المسارات لتنفيذ الشارع. ممكن أن يكون هناك بعض البطء، وهي ضرورية في توفير الانسيابية المرورية على الشارع، لأن مثل ما تفضلت احنا نتكلم عن شارع قائم وحركة مرورية قائمة، فالصعوبة أكثر فيما يتعلق لو يعني أنشأنا شارع في منطقة جديدة ما عليها أي حركة مرورية. شارع البديع أيضا من المشاريع اللي تولي الوزارة اهتمام خاص بها، وأيضا ذكرناها في الرد في موضوع توسعة الشارع وتحسين الحركة المرورية فيه لاستيعاب الحركة وزيادة الطاقة الاستيعابية. كل هذا سعادة النائب يأتي من خلال دراسة مرورية تقوم بها الوزارة، نموذج مروري يتم تحديثه بشكل مستمر. موضوع التقاطعات وحل الازدحامات المرورية على التقاطعات يأتي من خلال هذا البرنامج، وأيضا تعطينا الأولويات لحل الازدحامات المرورية. اليوم لما نتكلم عن حل الازدحام المروري على شوارع رئيسية، وإن كانت في الدائرة الثالثة في المحافظة الشمالية، لكن هي تخدم كل مملكة البحرين، لأن هي شبكة طرق متكاملة ومتصلة ببعضها. شارع النخيل أيضا هذا اقتراح يعني سيتم دراسته من خلال الأخوة الفنيين في قطاع الطرق. والتقاطع أيضا اللي تفضلت بسعادة النائب بين شارع الجنبية وشارع البديع أيضا يأتي من ضمن هذه المشاريع التطويرية المستقبلية لدى الوزارة. يبقى تحديد الأولويات عندنا، لأن هناك مجموعة من التقاطعات التي سيتم العمل عليها على شبكة الطرق في البحرين، المفروض أن هي يعني تحل هاي الازدحامات اللي موجودة.